اهلا وسهلا. انت عاوز ايه بالظبط؟ مش عايز اي حاجه. لا والله بقى انا حامل منك. ها اعملي فحص الدي ان ايه. جايز ممكن ما اعرفش. هو ايه اللي جايز وممكن؟ انت هبل ولا مجنون ولا ايه بالظبط؟ طبعا مجنون بحبك يا حياتي. انت عارفه انه شكلك ده قمر. بقول لك ايه، انت لازم تقول لي هشام ان الكلام ده مش صح ومش حقيقي. لا 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 ما اقدرش. ايه اطلع كذاب ولا ايه؟ نعم يعني انت شو بتطلعش كذاب تخرب لي حياتي انا؟ حياتك ايه؟ حياتك خربانه خربانه. اسمع انا ما عنديش اي حاجه عشان اخسرها، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقتلك واخلص. حلوه قوي. اسمعي وحشتيني. الحضن ده اسمه ايه؟ اسمه الحب الحقيقي. يا هشام انت فاهم غلط والله. ايه هو الصح؟ انا جيت بس عشان اخلي اقول لك الحقيقه والله العظيم. حقيقه ايه اللي قولي حقيقه ايه؟ وشاف كل حاجه. انت قولي الحقيقه يا اخي. ايه حقيقه ايه؟ هو عبيط ولا ايه؟ خلاص انت اللي قولي الحقيقه. اطلعي بره. هشام أنا بحاول أفهمك دلوقتي إن البني آدم ده عامل عليك ملعوب عشان يوقع بيني وبينك، صدقني والله. اطلعي برا. برضو؟ يعني مفيش فايدة. ماشي. المهم. إيه المهم؟ عقد الجواز اللي سرقته ليلى. معاك؟ عقد جواز. عقد جواز إيه؟ جوازي منك يا هشام. إيه؟ هو إحنا كنا متجوزين؟ أستغفر الله العظيم. الواحد قال مصيبتك دي بعيد عني. ومن هنا ورايح عايزك تنسى ان كان في هشام في حياتك اصلا. سامعاني؟ بيبي لو عوزت اي حاجه انا عارف دلوقتي الظرف صعب، مستشفى او اي حاجه غيرها كلميني، فلوس او غيره. ماشي؟ كلاب هما كده النسوان.